يقول إن أتحضر دروسكم بالمرأة وتسمع عن المداخلة أو المداخلة وأنهم شديدون في تعاملهم في الدين وهي تنشد الحق ترجو منكم النصح والإرشاد والدعاء لها بالتوفيق والسداد. يقول إن رأى تحضر دروسكم للمرة الثامنة وتسمع عن المداخلة وأنهم شديدون في تعاملهم في الدين وهي تنشد الحق ترجو منكم النصح والإرشاد والدعاء لها بالتوفيق والسداد. خير إن شاء الله، تواصل السماع، تتابع الدروس، وسوف تستفيد بحول الله وقوته وتسمع كلمة الحق الصحيح من العقيدة الصحيحة والأحكام الشرعية وترك الحرام والتوجيه الطيب إلى حسن التعامل فيما يتعلق بحقوق الله على العباد وحقوق العباد بعضهم على بعض. ولا تسمع لأحد يقول إن عند المداخلة شدة، وإنما عندهم ولله الحمد بيان الحق ودعوة الناس إليه والعمل به، فأنت اصبري وصابري وتابعي الدروس، ونسأل الله لنا ولك ولجميع المؤمنين والمؤمنات التوفيق والهداية والفقه في الدين وحسن الختام. نعم.